الضغط أكثر هنا على أداليا، سيسدد التسديد من بعيد، الله على الهدف الثالث لمصلحة تشرين، جول تشرين، جول تشرين والهدف الثالث. الله 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 على الهدف، يا الله على هذه الأهداف الرائعة، يا الله على هذه الأهداف الرائعة. في الحقيقة شاهدت الهدف مرتين، شوف باللقطة البطيئة علاء الدالي تسديد من بعيد، نفس الهدف لعبد القادر غريب على فريق الوحدة، لقد شاهدت هذا الهدف مرتين، هذه المرة مع علاء الدالي لفريق شين، وفي المرة الماضية لجبلة على الوحدة. أوه على الكرة، يا الله الهدف الثالث علاء الدالي، والهدف الثالث والهدف الشخصي السادس لمصلحة محمد أو لعلاء الدالي، وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء أيضا لعلاء الدالي، والهدف الثالث لفريق